بسم الله الرحمن الرحيم. نحن فخورون بهذه البادرة اللي تقوم بها مستخدمات ومستخدمون ديال شركة زودياك ايروسبيس المغرب عين جهرة. فخورون لعدة عوامل. العامل الأول هو أن هذه البادرة من هذه المستخدمات والمستخدمون تتحيي فينا الروح ديال التكافل والتضامن مع الناس الآخرين، تضامن في عدة أصعدة. فخورون للعامل الثاني وهو أن هذه البادرة هي بادرة تجمع ما بين ما هو بيئي وكذلك ما بين ما هو اجتماعي وتربوي. ما هو بيئي كما شاهدتوا غنحاولوا تهيئه هذا المجال باش يكون واحد المجال اخضر بالنسبه للاطفال ديالنا ويترباو على قيم ديال البيئه، ماشي يترباو على واحد القيم ولا على واحد المحيط اللي هو مملوء بالازبال ومملوء بكل ما هو متسخ. الشيء الثاني في ما هو تربوي ولا الشق ما هو تربوي وما هو اجتماعي هو نحاولوا تهيئه ديال واحد المجال معلوماتي لهاد الاطفال اللي نحاولوا نواكبوهم، حيت غادي تكون شراكه من بعد، حيت المهم ماشي هو نحطوا هاد التجهيزات ولا هذا، ولكن المهم من بعد هو المواكبه اللي يمكن المستخدمات ومستخدمو زودياك ايروسبيس المغرب في مجال انفتاح على المناخ الخارجي ديالهم، كيفاش يمكنهم يواكبوا هاد الاطفال سواء في المجال المعلوميات سواء في المجال مثلا ديال اللغه الفرنسيه وامور اخرى. دونك هاد البادره ما غادي تكون غير هي انطلاقه لواحد الشراكه اللي غادي نقوموا بها مع مسؤولين واساتذه ديال هذه المؤسسه اللي فعلا في الاول كنا مبهورين بالمجهودات اللي تقوموا بها، وهي مجهودات ما يمكننا الا نتمنوها وتلاحظوا بانها مجهودات كبيره. حتى في المجال الحضري ما تلقاوش مدارس نموذجيه في هذه القيمه اللي لقيناها في هذا المجال القروي. فكما قلت احنا منفتحين على الشراكه معاهم ان شاء الله، وتنشكر في هذا السياق جميع مستخدمات ومستخدمون ديال شركه زودياك ايروسبيس المغرب، مسؤولين المؤسسه كذلك على سعه الصدر ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.